استهدافها دي الزمان كانت بغارة جوية. الله أكبر، غارات عنيفة ومتكررة على بلدة زمنكا وأطراف مدينة حزي وعين ترمى. لك يا أخي قاعدين بأمان الله، ما في شيء، على أساس خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وقرنة كلها سكنية قاعدين ما في شيء. أجت طلعت هالطيارة، قاعد أنا ابن عمي عم بشرب شاي، دنيا الصبح لسه عم بشرب شاي، ما لقينا غير طلعت هالطيارة، ضربت أول ضربة هنيك على المفرق إذا شايفة، عالم ماشي بالطريق، عالم فاتحة محلاتها، بأمان الله كلياتها ماتت العالم، نسوان ولاد كلها راحت شقف ونتف، قمنا الشقف إيدينا، ركضنا تخبينا هون إجت الضربة الثانية قدامنا، تفرج على الدمار، فرق، لك محلات يا جماعة محلات، قرنة سكنية، قال خف التصعيد، لسه بيقولوا لي خف التصعيد، لك أنا خف التصعيد، لك وين روسيا؟ يكسر خاطرك يا روسيا، الله يدمرك.